طيب، قبل أي حاجة بس خلينا نشكر زميلنا العزيز جدا صراحة كريم أحمد على اللقاءات دي، من المراسلين القدام جدا في القناة والمتألقين جدا والمحترفين جدا بجد. لقاءات مهمة، واللقاء اللي جاي كمان مهم جدا كريم أحمد ووسام أبو علي. خلينا نروح نتابع هذا اللقاء ونرجع نكمل. أنا أهم شيء أول شيء إنه كسبنا الماتش، ده أهم شيء لي كلاعب كرة. طول حياتي أنا بحب أكسب، فأهم شيء جبنا أجوال كتير، ده مهم إلنا. يعني أنا هدف كريم، هدف رضا، ده شيء كويس إنه كل الهجوم بيجيب جوال، وده شيء منيح إلنا إحنا. إذا بدي أحكي بنفسي شوي كتير، يعني الحمد لله مبسوط وفرحان كتير إني جبت الجولين. أنا كنت زعلان كتير إني اتصابت بعد بأسبوعين، بس كل شيء الواحد بيقول بإذن الله وإن شاء الله، وإجتني الفرصة اليوم والحمد لله هدفت، وعم بلعب مع لعيبة كويسة قدام الجمهور، ويعني احساس جميل كتير، ويعني مبسوط كتير كتير لإلي ولأهلي ولعالم فلسطين. يعني شيء كبير إلي اليوم، يعني من اكبر ايام بحياتي. انا كنت ثقه كبيره جدا بالمستر كولر وبين وسام، وكمان يمكن الجهاز الفني بيثق فيك بشكل كبير. الكواليس دي مهمه جدا، والتحضير النفسي بيكون مهم جدا يا وسام. يعني مستر كولر بيتكلم معاك ازاي في هذا الامر؟ النهارده انت ظهرت بشكل اكثر من رائع، ويعتبر اول مباراه في بطوله الدوري. يعني انا لما جيت رحنا المعسكر على الامارات، وعم بتدرب مع اللعيبه، وهو الراجل بشوفني بالتمرينات وبشوف الشغلات اللي بعملها انا. اذا عجبه بلعب، اذا ما عجبه بتدرب احسن وبلعب. فده اهم شيء عندي انا، انه كل يوم بالتمرينات ارجع حالي من احسن وسام، وانا بعرف شو بقدر اعمل. وان شاء الله الجمهور كمان بيشوفوا انه انا هداف، و مش بس هداف، بضغط وبجري للنادي الاهلي، عشان انا كراس حربي كمان اول دفاعي، وده اهم شيء الي. انا هيك بضلني بقلب الماتش، انه بجري وبضغط للفريق، اهون اللعب على دفاعنا احنا. كل ده ما بتتكلمش عربي كويس؟ الحمد لله كويس، احسن واحسن. يسلم. الحقيقه